الهدف من هذا المخيم هو ازدهار وتنظيف او العمل على احياء بعض الشسمة القرى او بعض الاحياء في داخل حيفا في البلدات العربية، من اجل اعطاء معالم جديدة. ان يعني احنا ما زلنا موجودين، يعني احنا داعمين اخواننا في داخل حيفا العرب. ان احنا بنيجي، انا جيت من رام الله كي اتطوع من اجل تضحية وازدهار هذا الحي ووادي النسناء. حسب رأيي يعني في هيك عدة أبعاد، إنه كمان التواصل بين عرب الداخل وعرب الضفة الغربية، وكمان إنه الواحد يحس حاله مواطن من كل العالم، يعني مش من بس دولة معينة. أنا من جمعية بيت الصداقة من تمرة. لما أجيت على مركز مساواة ما كناش نعرف جمعية تشرين وباقي جمعيات. مركز مساواة ساعد وساهم بتشبيك هاي الجمعيات والتطوع ببلادنا، يعني إحنا مش بحاجة لحدا من الخارج يجي يأمرنا ويقولنا إنه نتطوع ببلادنا. من عام 2010 هذه ثاني مرة ذكرى نقدم المجرمين قرية العراقيب، واحنا نحيي ذكرى قرية العراقيب، وان شاء الله حتحيا العراقيب وتحيا العراقيب وتصمد العراقيب وما بعد العراقيب فنقف ان شاء الله. والله هي لقطات شخصيه، اجلها بحتاج لك كهرباء حتى تعيش حياه طبيعيه قبل ابسط الاشياء. عندنا جنراتور، يكلف باهر يعني كل ليله بالجنراتور بدنا 200 شيكل سولار كل ليله، يعني شهريا بدنا من فوق 9000 شيكل سولار نقدر ندفع. احنا ما لنا حيله، عشان هيك بدت كانت فكره وطرحتها انا على اخونا نضال لما اجانا في واحده من الزيارات، وطرحت له الفكره ان اليوم احنا بحاجه اقل شيء ان ناخذ طاقه من الطاقه الشمسيه اللي ما نقدر مره واحده ندفع لنا مبلغ، والمبلغ هذا يكفينا باستدراج. الحمد لله بدا اخونا نضال، نشكره جدا هو ومساواه، نشكره جدا جدا اللي بدا وصار طلع المشروع لحيز التنفيذ. بديناه بابسط الاشياء، بديناه بلوحتين وبديناه بالبطاريات وبالممير، محطه بتولد كهرباء أعطونا شعور إنه هويتنا كل تراثنا هذا مفروض ينحط على جنب، هذا مش هو المودرن. وإحنا كان في عنا تذويق بالقهر بهذا السياق، فاليوم بتصور في عنا وعي أو في عنا نظرة للوراء إنه كل هاي الأشياء، الأعمال اليدوية الثمينة
إذا كان من ناحية تغذية أو من ناحية مصنوعات مطرزات وكل الأشياء اللي أنتم شايفينها بالمعرض، هالأشياء اليوم إحنا نحاول نحييها من جديد ونحاول نعطي محل سياحي لقرانا ومدننا الفلسطينيين اللي هي ما بتأخذ بحيز لا من ناحية مالية لا من ناحية إعلامية لا من ناحية ثقافية. فإحنا اليوم بصور عندنا وعي كفاية اللي إحنا نقدر نقوم بهاي المهمة. وقد بنى شراكات مختلفة في مدن وقرى عربية. نحن اليوم من خلال الشراكة مع جمعية انتماء وعطاء في الطيرة وفرع الجبهة والشبيبة في الطيرة نعمل هذه الورشة اليوم، وقد قررنا ترميم المسرح البلدي لأننا نرى بهذا المسرح ونحن في كل سنة نكون فيه المناسبات المختلفة ونكون فيه المناسبات المتعلقة بأطفالنا وأبنائنا في الطيرة، ورسالة منا بأننا رسالة للاهتمام بالثقافة عامة وأيضا لترسيخ ثقافة التطوع، فنحن قررنا أن نبدأ بهذه الورشة اليوم هنا. يشارك في هذا المخيم العشرات من الشباب والشابات من مختلف دول العالم، من الأراضي المحتلة من رام الله وغيرها، وأيضا شباب وشابات من مدينة الطيرة. وسوف يكون اليوم حافل بالعمل الكامل، ستكون أيضا وجبة غداء سيتم تجميع ما يقارب 100 شخص يشاركون فيها مختلفين. أيضا في نهاية اليوم راح تكون أمسية فنية ثقافية وطنية، وسوف يتم استضافة المشاركين من خارج المدينة في بيوت الناس لخلق حالة من التواصل الاجتماعي وتبادل الحضاري والثقافات مع الناس من دول العالم. وأريد أن أشيد هنا بأنه لأول مرة، وهذا يذكرنا بخيمات العمل التطوعي التاريخية التي كانت في مدننا العربية وعلى رأسها مدينة الناصرة، ناصرة توفيق زيات في حينه، عندما كان أبناء فلسطين أبناء الأراضي المحتلة يأتون هم وهم يرزحون تحت الاحتلال ليدعموا أبناء شعبهم في الداخل. هذه الحالة من التواصل هي أروع حالات التواصل بين أبناء الشعب الواحد، ونحن نقيم ونفهم هذا الموضوع عاليا. نحن ندعو الجميع أن يتواصل مع جمعية انتماء وعطاء وفرع الجبهة في الطيرة التي أخذ على عاتقها منذ سنتين لترسيخ ثقافة التطوع، لكي نقول ونحن نعيش اليوم في محاولات فرض الخدمة ما يسمى بالخدمة المدنية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، نحن نقول ثقافة التطوع هذه هي العمل المتواصل لخدمة الناس والمجتمع، هي البديل لهذه الخدمة ما يسمونها بالخدمة المدنية، ونحن نقول أيضا لا وألف لا للخدمة المدنية. مخيم التطوع الدولي الثاني تحت عنوان البلد بدها دفشة. احنا عمليا بهذا المخيم للسنة الثانية على التوالي بنجيب متطوعين من الخارج، متطوعين من رام الله ومن الضفة ومن القدس، بالإضافة للمتطوعين المحليين من كل أنحاء البلاد اللي بيشاركوا بأعمال تطوعية لأجل البلدات العربية. من ناحية بتعرفوا على البلدات، تعرفوا على تاريخها، على نضالاتها كل بلد وبلد، بالإضافة لهيك كمان بتطوعوا بيساهموا بتقدم هاي البلد.
عملية المشروع بالتعاون بين مركز مساواة وجمعية التوجيه الدراسي، بالإضافة للجمعيات والمؤسسات الشريكة في كل بلد وبلد منروح عليها. مثلا هون بالطيرة احنا بالتعاون مع جمعية انتماء وعطاء عم نشتغل، فزي ما انت شايف هون البلد ماشي. بقدر احكي لك انه كنا هاي السنة 10 أيام تطوع. احنا 10 أيام تطوعيين، بدينا بحيفة بوادي نسناس، كملنا بالمغار، امبارح كنا بالعراقيب وباللقية، ساعدنا هناك نظفنا المقبرة، واليوم بالطيرة، بكرة بالطيبة، اللي وراه بعلابون طمرة، ومنهي برحلة ترفيهية بالجولان. متوجه لكل الشباب والصبايا اللي بحبوا يتطوعوا، بحبوا بلدهم، بحبوا يعطوا لبلدهم، تعالوا شاركوا، لأنه ما فيش أحلى من العطاء. ولأنه عمليا إذا بحكوا في مواجهة مخططات التجنيد ومخططات الخدمة المدنية، يا عمي مش بحاجة إحنا لحد يجي يقولنا تطوعوا تعطوا لبلدكم. الشباب هون أكبر مثال على هيك. المتطوعين الموجودين هنا اليوم هم برضه من الطيرة، برضه من خارج الطيرة اللي نعم. عندك متطوعين، عندنا مجموعة متطوعين من فرنسا، من ألمانيا، من إيطاليا، من إسبانيا، من هولندا ومن إيرلندا. هدول الأجانب، في حوالي 25 متطوع أجنبي من أوروبا. بالإضافة لهيك عندنا متطوعين من الداخل، يعني من حيفا، في من طمرة، في من الطيرة، من الطيبة، من لقب. في عندك كمان متطوعين من الضفة، من مناطق السلطة الفلسطينية، من رام الله، من الخليل، من القدس. فعمليا هذا بدل انه احنا شعب واحد بنهاية الامر، وكلنا بنحب نعطي لبلدنا. زي ما احنا رحنا قبل كم من شهر كنا بمخيم دهيشي ومخيم عيدة طوعنا، قبل شهر كنا بعبلين، يومين تطوعين بعبلين، وإسا المخيم التطوع الدولي عمليا بمشاركة مطوعين من برا اللي بيجوا ليساهموا. يعني هذا العمل هو عمل سنوي، مش على انه مره واحده بنكمل. لا لا طبعا لا، العمل هو عمل سنوي، والهدف هو انه نوصل لمرحله اللي السنه الجاي يكون الطيره مخيم تطوعي لحالها، ومش بس الطيره، كل البلدات العربيه، كل سنه يصير فيها مخيم تطوعي لحالها بمشاركه متطوعين من كل انحاء البلاد. يعني لو كل واحد اعطى يوم بالسنه، يوم واحد بالسنه لاجل التطوع، لاجل بلد معين من بلادنا بالداخل، بلادنا بتكون احلى بلاد، البلدات العربيه بتكون احلى بلاد. وبرايي مهم جدا اسا نهتم بهي الشغله، ويا ريت يعني يزيد التطوع، لانه مش